شباب وشيك من الحياة وشيك اسمعوا يا شباب النهاردة ايه ازيكم يا شباب بعد فات جديد من قناة يوسف النهاردة هنلعب لعبة تابس قبل ما نبدأ الفيديو يا رب توصلوا على سبسكرايب لايك وتحطوا لايك عشان تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكم كل جديد عشان نحط كنور حبة قدام هنا من سبب ما اعرفش ايه اللي حصل انا وقفت يلا نشوف ايه اللي هيحصل من الجنوب طبعا هتلاقوا في الناحية فوق شمال دي هتلاقوا الجنود بيهكموا التاني وكده يعني طبعا دي مش لعبة تبس الاصلية بس تبس بس انا لقيت تبس الاصلية بص الحرب مستمرة لغاية دلوقتي وصلناها شوية طلعتها اوي اوكي يا شباب يا شباب علشان سبب اللي كان لكم طبعا هنشيل السيارة كنت ده يعني هنحط كونتينين هنا كونتينين هنا طبعا الحرب يا شباب في احصنة جابوها منين شكلها الاحصنة دي شكلها انت جايبينها منين وصلنا الحرب شوية يا شباب سوري لو كان عندي لاك يعني في الموبايل شوية بس كويس انه مسلك يتوم يعني وحاجات زي كده يعني فاهماني ف ايه ده دي لعبة عنين يعني روحنا مكان كتير يعني في الحقيقة الغرفة غرفة جديدة يعني عشان نطيب يا كمان معانا دلوقتي فلوس 1550 اوكي شوفي يا جماعة لما غيرت المكان ما عرفت اصور فيه كنت كده المكان ده احسن يعني وانطف وسبب طبعا حتى كتير سبب السيد لمسة هنا بنمسح كله يلا يا شباب
قطع ومن سفس التاجر هل هيتم هل هيتم سوف نعرف الآن. بوظنا حاجة يا شباب دلوقتي كده كتبنا فيديو فاعتذر ليكوا يعني كان اهو ما اعرفش اللي حصل بس كان في حاجه حصلت طلب الشباب كله هو ولا كتير يعني من كتير كمان عشان سكون اقوياء بس خلين نصلى الحل يلا كروت ده كده هيحصل ليه يا ترى مين اللي هيكسب قريب مين شباب لسه بدأ يتم خلينا نشوف مين اللي هيكسب في الاخر هم قلت كل النوم يا شباب احنا ممكن نحط قائد ثانية طيب وارجع لكم كسبنا يا شباب كانت حركة مرتبكة اكيد تام وسهلة اكيد تام وحلوة اكيد هنعمل نفس الحركة بس الاول استوديو مبقاش معانا فلوس الا اسمين عشان نكتب حاجة الحرب السميرة الحرب القوية هناك كمان هنا وهناك كمان هنا وهناك هنا يا حمارين تعالوا هنا تعالوا هنا شوف اللي هيحصل في الاخر اتكلتنا يعني مؤكد يعني مؤكد ايه نفسي رجعنا لكم مراتي هنلعب اخر دول عشان بس انا في الدراسة وعاوز روح اكتب المول نجيب سهوم كده بالعرض كده بس نجيب هنا يا شباب التيم اللاسلق عمال يكلتنا واحنا عمالين نكلت التيم اللاسلق يعني كله كلت البعض لا الا الاحصنة خطارة كتير ولا خدير يلا ولا خدير وبعت العناء والثقة لم يبقى حق
لو عجبكم كل الفيديو بتتشوف تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب هيسيبكم كل كتير. لو عاوزين انزل فيديو عن اللعبة تاني اكتبوا في التعليقات، مش همسحها ولا حاجة، بس اكتبوا في التعليقات بس هسيب رأيكم. قتلت كان معكم فيديو كتير، ما تنسوش في يعني